وبركاته. أعزائي طلاب السادس الابتدائي، أهلا وسهلا بكم في أسئلة مادة الرياضيات الامتحان الشامل اللي جرى في محافظة بابل 2023. الأسئلة مادة الرياضيات كانت على ثلاث نماذج. النموذج هذا نموذج ملاحظة، أجب عن خمسة أسئلة فقط. السؤال الأول: املأ الفراغات التالية لخمسة فقط، سالب 26 زائد 45 يساوي. ثانيا: 2.5 بالعشرة تقسيم 5، والضلعان المتقابلان والمتمايزان في شبه المنحرف يسميان فراغ، والكيلو متر يساوي فراغ سنتيمتر، والزاويتان اللتان مجموع قياسهما 90 هما فراغ، و18 في 5 على 9 الناتج يساوي فراغ. أيضا عندنا السؤال الثاني، أجب عن فرعين فقط. أول ألف: رتب الأعداد من الأصغر إلى الأكبر تصاعديا، سالب 32 سالب 15 سالب 23 سالب 51. فرع باء: حدد في ماذا كان يوجد تناسب تكلفة 6 تذاكر دخول حديقة الحيوانات 18 ألف دينار، وتذكرة 5 تذاكر مسرح 45 ألف دينار. ثانيا: 7 تفاحات على 14 تلميذ، و18 تفاحة على 36 تلميذ. جيم: حل المعادلة باستعمال علاقة بين الجمع والطرح، 42 زائد سين يساوي 151. السؤال الثالث: تسحب زلاجة 24 غزالا ذكورا وإناثا، فإذا كان عدد الذكور 3 أمثال عدد الإناث، فما عدد ذكور الغزلان؟ فرع باء: اكتب النسبة المئوية بصورة كسر اعتيادي أو عدد كسري، 120%، ثانيا 28%. السؤال الرابع: عجب عن فرعين، حدد العلاقة بين الزوايا المبينة في الشكل، الزاويتين 1 و2 هما فراغ، الزاويتين 1 و4 هما فراغ، والزاويتين 2 و4 هما فراغ، والزاويتين 3 و4 هما فراغ، والزاويتان 2 و5 هما فراغ. فرع باء: يراد فرش أرضية الصالة بقطعة من السجاد على شكل متوازي أضلاع، طول قاعدتها 8 متر وارتفاعها 4 متر، جد مساحة قطعة السجاد اللازمة. جيم: استعمل ترتيب العمليات، وجد الناتج 9 في 4 تقسيم 12 في 16. سؤال خامس: أجب عن فرعين، ألف: حديقة دائرية الشكل نصف قطرها 14، يراد عمل سياج حولها، فإذا كانت تكلفة المتر الواحد 5000 دينار، فما تكلفة السياج؟ باء: جد قيمة العبارة الجبرية باستعمال قيمة المتغير 4 س زائد 11 س يساوي لنا سالب 2. جيم: تقطع دراجة نارية 80 كيلو متر كل 3 ساعات، كم ساعة تحتاج لقطع 240 كيلو متر؟ السؤال السادس: أجب عن فرعين، رسمت صورة شجرة عملاقة طولها الحقيقي 112 متر، فإذا كان طولها في الصورة 22.4 سنتيمتر، فما مقياس الرسم الذي رسمت به الصورة؟ فرع باء: جد الناتج واكتبه في أبسط صورة، 2 على 3 زائد 1 على الصحيح و 1 على 9 في 3 على 8، وثانيا 1 على 4 في 2 على 5 تقسيم 1 على الصحيح و 4 على 5. عندنا هنا أيضا النموذج الثاني أيضا بالامتحان، كان أو ملاحظة الإجابة عن 5 أسئلة فقط. سؤال أول: جد ناتج الجمع والطرح باستعمال النظير الجمعي أو باستعمال مستقيم الأعداد والاثنين فقط، 5 ناقص 8 ناقص 200 زائد ناقص 100، ثالثا زائد 9 زائد ناقص 4. فرع باء: إذا كان البعد الحقيقي بين مدينة بغداد والموصل 450 كيلومتر، فإذا رسمت خريطة بمقياس 1 إلى 5 ملايين، فما البعد بين المدينتين على الخريطة؟ السؤال الثاني: أجب عن فرعين فقط، تم توزيع 48 نعامة على عدة حقول، فإذا وضعت 4 نعامات في كل حقل، فما عدد الحقول؟ اكتب معادلة تمثل المسألة وحلها. فرع باء: حدد ماذا كان يوجد تناسب فيما يأتي، أولاً يتدرب هاني في اليوم الواحد 4 ساعات، ويتدرب سالم في 4 أيام 6 ساعات. ثانياً 81 تفاحة على 9 تلاميذ، و63 تفاحة على 7 تلاميذ. جيم: جد مساحة شبه منحرف طول قاعدته 5 سنتيمتر و 7 سنتيمتر وارتفاعه 3 سنتيمتر. اكتب معادلة لكل من ما يأتي ثم جد حلها وتحقق من صحة الحل. 14 مضروب في عدد يساوي 28، ثانيا عدد يزيد على 51 بمقدار 9، 3 9 أمثال عدد يساوي 72. فرع باء: جد ناتج القسمة لاثنين فقط، أولا
18 تقسيم سالب 3، ثانيا سالب 21 تقسيم سالب 7، 3 0 تقسيم 13. السؤال الرابع، أجب عن فرعين فقط، استعمل ترتيب العمليات وجد الناتج 1 على 4 في 2 على 5 تقسيم 1 على الصحيح و 4 على 5، ثانيا 7 في 5 ناقص 35، 3 5 في 12 ناقص 3 في 25. فرع باء، اشترطنا غم 3.25% متر من القماش، فإذا كان ثمن المتر الواحد 4500 دينار، فما المبلغ الذي دفعته نغم؟ جيم، حل المعادلات التالية باستعمال الحساب الذهني، سين زائد 35 يساوي 40، 40 ناقص ميم يساوي لنا 22. السؤال الخامس يقول شارك في أحد سباقات السيارات 30 سيارة زرقاء وحمراء، إذا كان عدد السيارات الزرق 4 أمثال عدد السيارات الحمر، فكم سيارة زرقاء شاركت في السباق؟ اتبع خطوات حل المسألة، افهم مخطط حل أتحقق. فرع باء، رتب الأعداد من الأصغر إلى الأكبر تصاعدياً، 54 سالب 26، 45 سالب 62، اكتب كل كسر عشري أو اعتيادي على صورة نسبة مئوية، 9 بالعشرة و4 على 5. السؤال السادس، أجب عن فرعين فقط، حديقة دائرية الشكل نصف قطرها 14 متر، يراد عمل سياج حولها، فإذا كانت تكلفة المتر الواحد 5000 دينار، فما تكلفة السياج؟ فرع باء، يمثل الجدول المجاور أنواع الرياضات التي يمارسها عدد من التلاميذ، ما نسبة رياضة التنس إلى السباحة ورياضة كرة القدم إلى الجري؟ كرة القدم 7، التنس 5، السباحة 9، والجري 4. مثل الأعداد الصحيحة على مستقيم الأعداد، 4 ناقص 2، 8 ناقص 6. أيضا عندنا النموذج الأخير لهذه، هو عندنا الإجابة عن 5 أسئلة فقط. سؤال أول، طاولة سطحها على شكل دائرة قطرها 180 سنتيمتر، يراد تغطيتها سطح الطاولة بورق ملون، مع مساحة الورق اللازم؟ جد ناتج 1 على الصحيح و2 على 5 في 5 على 4 زائد 2 على الصحيح و4 على 5 في 1 على 2. السؤال الثاني، أجب عن كل من ما يأتي، اخبري عدد صحيح 4 على 5 تقسيم 3 على الصحيح 1 على 5، ثانيا 3.540 في 100. فرع باء، تسحب زلاجة 24 غزالا ذكورا وإناثا، فإذا كان عدد الذكور 3 أمثال عدد الإناث، فما عدد الذكور الغزلان؟ السؤال الثالث، أملأ الفراغات الآتية لخمس فقط، سالب 26 زائد 45، النسبة التقريبية تساوي فراغ للكسر 5 على 45 هي 1 على 9 مقلوب الكسر أو بسط الكسر، فراغ وتر يمر بمركز الدائرة، يمكنك قياس الزاوية بوحدة تسمى فراغ، 3 أمثال تاء زائد 12. أجب عن ما يأتي، رتب الأعداد من الأصغر إلى الأكبر، سالب 27 17، سالب 17 27، ثانيا نحول 120 إلى عدد كسري. السؤال الرابع، أجب عن فرعين فقط، لدى سعد البوم فيه 45 طابعا، أضاف إليه طوابع جديدة فأصبح 72 طابعا مع عدد الطوابع المضافة. فرع باء، جد ناتج سالب 15 تقسيم سالب 3، ثانيا 5 كاف زائد 12 على كاف يساوي سالب 6. جيم، يصعد بتسلق جبال ثمان أمتار كل 3 دقائق، فإذا صعد 160 متر فكم دقيقة استغرق ذلك؟ السؤال الخامس، قاست مروة البعد بين مدينة بغداد ومدينة أربيل على الخريطة فوجدها 3.2 سنتيمتر، ما البعد الحقيقي على الأرض إذا كان مقياس الرسم هو 1 على 10 ملايين؟ جد قياس الزاوية المجهولة في الشكل الآتي، وهل الزاويتان متتامتان أو متكاملتان؟ الزاوية 65، وهنا أكو بعد تكملة وياها. السؤال السادس، يراد فرش أرضية الصالة بقطعة من السجاد على شكل متوازي الأضلاع، وقاعدته 8 وارتفاع 4، جد مساحة القطعة السجاد اللازمة. باء، جد ناتج لاثنين فقط، 7 زائد 4.25 في 7، ثانيا 4 في 16 تقسيم 2 في 15.